دلوقتي يا ولاد هنكمل مع نمبر 7 برضو نفس البيج ذا سيم بيج. عندي 14 minus 17x minus 6x square by 7 plus 2x. يعني هعمل divide expression ده by expression ده. نفس الكلام هكتب ده هنا 14 minus 17x minus 6x power 2 divided 7 plus 2x. وعندنا نفس الستبس بتاعتنا هنمشي عليها. اول حاجة هبدأ بستب نمبر 1. first divide first 14 divide 7 equal 2. second step اللي هي multiply هعمل اللي تلاقي ده by 7 with 2x. 2 by 7 equal 14. 2 by positive 2x equal positive 4x. step number 3 هعمل change the sign. دي positive طالما مفيش قبلها حاجة تبقى positive هخليها negative. دي positive برضو هخليها negative. احنا بنعمل change the sign بنغير السين. طيب 14 minus 14 equal 0 هيكنسلوا بعض. بعد كده negative 17 minus 4x equal negative 21x. يبقى negative 17x minus 4x equal negative 21x. بعد كده step number 4 هعمل drop the negative 6x power 2 واعمل repeat للsteps اللي عندي. ال first divide the first يبقى negative 21x divided 7 equal negative 3x. تمام عملت coefficient divide the number يبقى negative 21 divide 7 equal negative 3 والx هتنزل زي ما هي. step number 2 اللي هي multiply هعمل اللي طلع لي ده بالساين بتاعته يا ولاد ركزوا by 7 و 2x. negative 3x by 7 negative 3 by 7 equal negative 21 وطبعا x هتنزل زي ما هي. يبقى negative 3x by 7 negative 21x. negative 3x by 2x هيبقى negative 6x power 2. step number number 3 اللي انا بعمل change للساين دي negative يا ولاد دي نيجاتيف هخليها بوزيتيف. نفس الكلام دي نيجاتيف هخليها بوزيتيف. هيبقى نيجاتيف 21x بلس 21x. طبعا احنا عارفين طالما نيجاتيف 21 بلس 21 يبقى 0 كنسلوا بعض. نفس الكلام هنا نيجاتيف 6x بار 2 بلس 6x بار 2 برضو هيكنسلوا بعض لان دي هي دي بالظبط بس different signs. يبقى 0 0 يبقى كده خلاص المساله خلصت وده الكوشنت بتاعي اللي هو 2 minus 3x. طيب هنخش على number 11 دي فيها اختلاف بسيط. انا هنا هلال عندي y power 2 16 y power 2 minus 4x power 2 اللي فاتوا كان كلهم مثلا x-ات بس يعني x power 2 و x ونمبر الواحد تمام. لكن هنا انا عندي y power 2 و x power 2 فلازم نخلي بالنا واحنا بنكتب المسألة ان احنا دلوقتي مش مفروض الترتيب الاساسي ان بعد ال y power 2 يبقى فيه y بس بعد كده اللي هو لو فيه number او حاجة. لكن هنا انا عندي y power 2 و x power 2 فانا بكتب هكتب 16 y power 2 واعمل حسابي ان المفروض يكون فيه y في المكان ده وبعد كده اكتب النيجاتيف 4x power 2 وهنشوف احنا بنحل ليه. طيب اكتب هنا ال 4y minus 2x وابدأ نفس ال steps بتاعتي. ال first divide ال first 16y power 2 divide 4y هيبقى 4y. 16 divide 4 equal 4 y power 2 divide y equal 1. تاني step اللي هي multiply هعمل 4y by 4y يبقى 16y power 2. بعد كده 4y by negative 2x هيبقى negative 8xy. وطبعا يا ولاد احنا ما عندناش فوق xy عشان كده سيبنا السبيس ده عشان xy مفيش فوقيها xy فميبقاش فيه لخبطة. طيب step number 3 change signs. دي positive هنخليها negative
دي نيجاتيف هنخليها بوزيتيف وبعد كده نعمل نشوف ايه اللي هيحصل. 16y باور 2 ماينس 16y باور 2 هيكنسلوا بعض يبقى 0. طيب هنا سبيس بلس 8xy هعتبر ان ده 0. 0 بلس 8xy هي ال 8xy. ستيب نمبر 4 هعمل دروب هنزل نيجاتيف 4x باور 2. بعد كده هعمل ريبيتنج هعيد تاني طبعا 0 بلس دي ملهاش اي لازمه خلاص. هعمل ريبيتنج هعمل ديفايد الفيرست ديفايد الفيرست هيبقى 8xy ديفايد 4y 8 ديفايد 4 equal 2 xy ديفايد y هيبقى لي x بس. بعد كده المالتبلاي 2x باي 4y هيبقى 8xy. بعد كده 2x باي نيجاتيف 2x هيبقى نيجاتيف 4x باور 2. نمبر 3 change signs دي بوزيتيف خليها نيجاتيف دي نيجاتيف خليها بوزيتيف. طبعا باين ان دي هتتكنسل مع دي ودي هتتكنسل مع دي يبقى 8xy هتكنسل نيجاتيف 8xy ونيجاتيف 4x باور 2 هتكنسل بوزيتيف 4x باور 2 يبقى لي 0 0. يبقى خلاص هو ده الكوشنت بتاعي اللي انا عايزه 4y sorry 4y plus 2x. طيب حد هنا يا ولاد الليسون بتاعنا بينتهي وعندنا الهوم ورك بتاعنا هيكون نفس الكويشن كويشن 1 نمبر 2 و 3 و 5 و 6 و 8 9 و 10. دول يا ولاد على نفس الافكار اللي احنا اتكلمنا فيها في المسائل اللي حليناها هيبقى عندنا الهوم ورك كويشن 1 2 3 5 و 6 و 8 و 9 و 10 ان ذا سيم بيج. ثانك يو اتمنى تكونوا فهمتوا يا ولاد واي حد عنده اي سؤال يبعت لي على